في فيديو اليوم راح نكشف حقيقة تطبيق باز وكيف هذا التطبيق اللي بروجوا له قاعدين على انه التطبيق الخاص للعرب هو اكثر تطبيق راح يضر العرب واصلا الدولة المالك لهذا التطبيق هي اكثر دولة عدوة لنا وكيف صناع المحتوى اللي قاعدين بيعملوا اعلانات لهذا التطبيق هم عارفين الحقيقة كاملة بس باعوا حالهم عشان فلوس الاعلانات جميع المعلومات والوثائق والمصادر الموجودة في هذا الفيديو هي اما ببحث شخصي مني او من خبراء امن ومعلومات او من موظفين سابقين وحاليين في تطبيق باز فخلينا نحكي على الموضوع اكثر مرحبا يا جماعة معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد كالعادة يا جماعة زي بداية كل فيديو اسف على السحب قلت لكم خلاص هاي راح تصير جزء من الانترو تبع القناة بس انتوا عارفين انا ما بسحب على القناة غير اذا كان معي مصاري او اذا لقيت ام هيكل وام هيكل بخشم 4 متر مربع صعب شوي وعلى المصاري اقسم بالله كان معي 35 قرش اشتريت علبة كولا بربع ظل بريزة بس هالمرة جايب لكم سبب جديد للسحبة قاعد بنوعي لكم عشان ما تزهقوا كنت مريض يا جماعة للاسف والله الهيكل الاعظم كان مريض بلعت لكم تسمم يا جماعة من هذا النوع اللي بخلي معدتي تقطع لان الحادها اقسم بالله قد ما اكلي خرم مش عارف من شو تسممت انا بالضبط هو من علبة الاندومي اللي بدلت ميتها بريد بول واكلتها هو من كاس القهوه اللي لها تحت التخت 3 شهور وشربتها ولا من ريحه الجربات ايمن او من البيتزا اللي عملتها امي بتحضر واحده على اليوتيوب قاعده بتعمل بيتزا تتحمس تروح بدها تعمل زيها بيطلع معاها منقيش زعتر امي بتعمل بيتزا تشبه كل شيء بالحياه الا البيتزا بتحط معاها بقدونس يا جماعه هاي بيتزا ولا خلطه اعشاب لوحده حامل بس رحت عند الدكتور بقول لي شو اكلت حتى تسممت هون صفان قلت احا كيف بدي اقول له بدلت ميه الاندومي بريد بول المشكله كل شيء قاعد باكله او بشربه براجع دغري والدكتور قاعد بقول لي روح اشرب ينسون يا ابن الوسخه ما انا راح اراجعه ليش اشربه وشو يفكر المعده راح تطلع تحكي الدكتور قال لك اشرب ينسون خلاص مش راح اراجعه هالمره بس عشان عيون الدكتور لا شربته وراجعته يا زلمه بعديها الدكتور حب يكون اذكى من المعده تاعيتي فقال لي اشرب دواء اخذت حبه الدواء شربت معاها مي 3 دقائق الدواء على الارض وامي قاعده بتمسح فيه صار نفسي افرغ شيء من تحت كل شيء قاعد بفرغه من فوق طيبتي صار نفسي استعملها ثمي خلاص صار يطلع كل شيء بدي اطلعه قاعد بطلعه من ثمي طب طيب طب خلنا استعملها شوي زمان ما استعملتها اخر شيء الحمد لله استعملتها بس ما نزلت طلعت فيها بلعت لكم تحميله يا جماعه اقسم لا طلعت بتوجع الله يعين سماك يا ساهر منذر بس مش موضوعنا جايي كل يوم بفيديو دسم بس ضروري تدعموا هذا الفيديو بلايك وكومنت لعده اسباب اول شيء الاسبوع مش منزل فما راح ينتشر ثاني شيء فيش حدا مهتم يعرف حقيقه تطبيق باز ثالث شيء لاني راح اتهاجم لاني تقريبا راح احكي عن كل يوتيوبر الوطن العربي طيب خلينا نبلش شو هي خلينا نبلش شو بلعب مصارعه من فتره قاعدين كل يوتيوبر بروجوا لتطبيق اسمه تطبيق باز نفسي اعرف مين اللي مسميه باز بتحسه كان يشتغل بمحل ملابس داخليه نسائي كويس اللي حاطين الف بالنص خلص التطبيق الجاي سموه ستياني المهم اليوتيوبر صاروا يروجوا له بشكل جدا غريب تطبيق باز هو احسن تطبيق عربي هي كمان 50 تطبيق باز يدعم فلسطين هي كمان 50 ام اللي مشترك في تطبيق باز هسه يا جماعه هي كمان 50 الفيديو شوفني وانا قاعد بعذب بمرتي نزلت الفيديو على باز شمطها 40 كف اخذ واحد بسرعه نزلوا باز واساليب جدا حقيره عشان الناس ينزلوا باز اكثر ويجيهم مصاري اكثر فواحد من هذول اليوتيوبر طلع وصار يحكي انه باز احسن تطبيق عربي وانا راح امسح الانستغرام راح صير استخدم بس باز لانه الانستغرام مع اسرائيل وباز مع العرب باز هو احسن تطبيق عربي ومستقبله له مستقبل باهر وساعتين ستورياته يقنع متابعينه انه يروحوا على باز فانا هون صار عندي فضول اعرف انت بتعمل هيك عشان المصاري ولا جد بدك الناس يروحوا على باز لانه باز جد الانستغرام مع اسرائيل وباز مع العرب ولا كل هاي لعبه تسويقيه عشان الناس ينزلوا باز اكثر ويجيك مصاري اكثر فانا رحت سالته بطريقه غير مباشره تطبيق باز كويس ولا لا عبلاطه وانا يوتيوبر زيه فاكيد راح يجاوبني الجواب الصحيح شوفوا شو جاوبني اسمع بصراحه هم بيدفعوا لنا عشان نشارك فيه ما بعرف اذا له مستقبل ولا لا فانا قلت احا يا زلمه كمان شوي بدك تخلي باز من العشره المبشرين بالجنه اذا ما انت لو بدك تضرب زرطه بتضرب نصها على الستوري والنص الثاني على باز فانا هون قلت خلينا نروح نشوف واحد ثاني رحت قلت له اسمع على بلاطه شو قصه تطبيق باز فقال لي هذول الناس معاهم مصاري كثير هم يدفعوا اي مبلغ مقابل ينشروا التطبيق عند العرب انا قلت احا اذا ما انت على الستوري قبل نص ساعه خليت اللي ما بنزل باس خاين القضيه الفلسطينيه ولا خلاص عند المصاري مبادئ عادي المهم العبي جابتنا طبعا ما راح اطلع اسامي هذول اليوتيوبر الاثنين حفاظا على خصوصيتهم بس يعني المفروض تكونوا عرفتوهم الاثنين بدهم عمليات ازاله الدهون بعديها بكم يوم بتواصلوا معي باز عن طريق يوتيوبر ثاني عشان انا اعملهم اعلان طبعا هذا الحكي في عز ام احداث فلسطين فانا هون قلت لا استنى بدي اتاكد من التطبيق قبل ما اعمل له اعلان ورحت وتاكدت ويا ريت ما تاكدت من الاشياء اللي راح تسمعوها هسه اسف اذا من هاي اللحظه راح يكون الفيديو جدي بس جد 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 الموضوع كثير خطر على كل حدا منزل التطبيق ما في مجال للمسخره اصلا اول شيء باز مش تطبيق نهائيا باز عباره عن شركه كبيرة. شركة راس مالها ملايين مش اشي صغير يعني مش مجرد تطبيق وشركة باز هي فرع من شركات روبيكس جلودن هولدينج روبيكس جلودن روبيكس رول هسه بكتب لكم اياها بالشاشه مش راح اعرف احكيها طيب هاي الشركه صاحبه تطبيق باز اصلا هي مش شركه عربيه اصلا هي شركه مسجله في امريكا في سان فرانسيسكو ولو تبحثوا على اصل تطبيق باز اصلا بتلاقوه برضه مسجل في امريكا في سان فرانسيسكو طيب هاي الشركه اللي بتمول تطبيق باز حاليا لمين اصلا الممول تبع هاي الشركه وتبع تطبيق باز شخص اسمه عزمي بشاره طيب مين عزمي بشاره عزمي بشاره كان عضو سابق في الكنيست الاسرائيلي طيب شو هو الكنيست الاسرائيلي هو انا بدي اضل اشرح لك كل شيء الكنيست الاسرائيلي هو زي مجلس
النواب بالأردن زي مجلس الشيوخ في أمريكا، تقريبا هو الطبقة الحاكمة في إسرائيل. طيب شو دخل عزمي بشارة في تطبيق بازو في الدوشة هاي؟ أحضر الفيديو كامل ورح يخف عقلك، مش بس رح تفهم كل إشي. أول منشور على تطبيق باز كان من نفس عزمي بشارة في سنة 2016، بالوقت اللي ما كان نازل التطبيق أصلا على جوجل بلاي ولا على iOS ولا في أي مكان، ولا حدا عامل له إعلان ولا حدا منزله أصلا ومش موجود على أي مكان. طبعا لما تحكي عزمي بشارة أنت بتحكي إسرائيل. عزمي بشارة حاليا في قطر في مركز تطبيق قلب باز هنا. أنا مش سياسي وما بعرف شو بتعمل قطر وما بعرف، بس اللي بعرفه إنه هذا الزلمة ابن وسخة واللي قاعد بيعمله إشي ابن وسخة زيه. طيب هسا اتفقنا إنه باز منصة أمريكية إسرائيلية، وأكبر دليل على كلامي إنه باز قاعد بتدفع ضرائب للكيان الصهيوني ولأمريكا ما يقدر ب 200,000 دولار سنوي. طبعا أي كلمة بحكيها بتلاقوا مصادرها تحت في الديسكريبشن عشان ما يضل عندكم شك 1%. طيب باز اللي بدفع كل هاي ضرائب مطلع السنة هاي أرباح أكثر من 4 مليون دولار، كيف طلع هاي الأرباح وكيف قادر يدفع ملايين أكثر لسه لصناع المحتوى عشان يعملوا له إعلانات؟ وهون بنيجي لأهم نقطة في هذا الفيديو. طيب هسا ركزوا باللي بدي أحكيه كويس. ليش باز اختار يكثف من الإعلانات تعاونه عن صناع المحتوى خصوصا في وقت القضية الفلسطينية؟ زي ما شفتوا مثلا أحمد أبو الربع عمل فيديو طوله نص ساعة على أساس إنه بيحكي عن فلسطين وبدعم القضية الفلسطينية، بس لما تحضر الفيديو كامل بتكتشف إنه بس إعلان لمنصة باز. هل في منصة عربية؟ بصراحة المنصة الوحيدة اللي جد ممكن استخدامها اللي هي باز، يمكن شفتوني بحكي عنها قبل، خصوصا على كمية حرية الرأي الموجودة في المنصة، فعليا ممكن تحكي اللي بدك اياه وما حد بحكي معك، معمولة من عرب منا وفينا. فلسطين فلسطين حرة، يفضح امك يا الكيان الصهيوني، نزلوا تطبيق باز عشان تدعموا فلسطين. وبنفس الوقت ناجي القاق ما رضي يعمل تحدي الاندوم الحار مع مرته على اليوتيوب، لا عباز، اذا هو ظل حد يعمل تحدي الاندوم الحار يا زلمة، احنا ب 2021 يا زلمة، بالمرة بكرة بلاقيك عامل لي تحدي اللهجات، هو ظل حد يعمل تحديات اصلا، بس مش موضوعنا، خصوصا في وقت ما صارت احداث فلسطين الكل طلع يعمل اعلانات لباز. طيب بحسب الموظف السابق في تطبيق باز صاحب قناة تكدادي انه باز كيف بيطلع ارباحه اصلا وكيف قادر يدفع لصناع المحتوى هالمبالغ الضخمة؟ حال لم يكن هنالك سلعة في التطبيق او الموقع الالكتروني فاعلم انك السلعة، فديت تبعيتك البيانات الخاصة فيك هي اللي راح تكون السلعة. بكل بساطة انت كإنسان عربي اول ما تنزل تطبيق باز وتدخل عليه وتبلش تتصفح فيه، تطبيق باز بيجمع كل المعلومات عنك وبيبيعها. لمين بيبيعها؟ للدول المهتمة انها تعرف معلومات عنك كإنسان عربي. يعني باز عبارة عن تطبيق بتجسس عليك على اي شيء انت بتعمل، ولو تدخل على سياسة الخصوصية في تطبيق باز راح تشوفوا هذا الحكي بالضبط، راح تشوفوا انه حاكي لك احنا ممكن نستخدم معلوماتك ونعطيها لدول. يعني باز هو كذبة كبيرة عملتها اسرائيل عشان تتجسس علينا في كل بساطة، مش نظرية مؤامرة ولا تخويف، هاي شغلات قاعدة بتصير حاليا. طيب كيف بيصير هذا الحكي؟ لما انت تنزل تطبيق باز وتحط موافق على الشروط، بتعرف شو هي الشروط اصلا؟ الشروط هي بكل بساطة انه يستخدم الكاميرا تاعي تليفونك عشان يشوف اي شيء بده اياه، ويستخدم المايك تبع تليفونك عشان يسمع اي شيء بده اياه، ومعاه كامل الصلاحيات يعرف عنك اي شيء بتليفونك، حتى انه معاه صلاحيات يوصل للتخزين بتليفونك انه يشوف اي شيء موجود عندك في التليفون. فانت مجرد ما نزلت تطبيق باز اي شيء موجود بتليفونك صار ملك لهم، ومش بس هيك اي شيء راح يصير بعد هيك، اي شيء صورته او ما صورته لانه معاهم صلاحية يفتحوا الكاميرا، واي شيء حكيته او ما حكيته لانه معاهم صلاحيه يسمعوا اي شيء بتحكيه من المايك. هاي المعلومات كلها بتنجمع عنا كلياتنا وبتنباع لدول ثانيه. طيب هل صناع المحتوى اللي عملوا اعلانات لهذا التطبيق بعرفوا هذا الحكي ولا لا؟ قبل ما احكي لكم اذا صناع المحتوى بيعرف هاي المعلومات عن هذا التطبيق او لا، خليني احكي لكم ليش اختاروا يعملوا هذا العدد المجنون من الاعلانات في هذا الوقت. زي ما شفتوا مع بدايه احداث فلسطين تطبيق باز صار زي المجنون بده يعمل اعلانات في كل مكان بس بده ينشر تطبيق. ليش هذا الحكي وليش اختاروا هذا التوقيت بالذات اللي ما خلوا يوتيوبر الا عملوا عنده اعلانات في طريقه حقيره؟ اللي احقر من باز صناع المحتوى اللي عملوا الاعلانات هاي، لانهم عارفين انه هذا التطبيق ما بيخدم القضيه الفلسطينيه بس صوروه للناس بهاي الصوره عشان ياخذوا مصاري اكثر من هذا التطبيق. زي ما انتم عارفين مع بدايه الاحداث الفلسطينيه طلعت كثير هاشتاجات والعرب على السوشيال ميديا انجنوا وصاروا ينشروا في كل مكان عن جرائم الاحتلال. هذا الاشي اثر على صوره الاحتلال عند الغرب واوروبا لانه صوتنا وصل كل مكان وما خلينا مكان او لغه الا حكينا فيها عن جرائم الاحتلال في فلسطين. فهون الكنيست الاسرائيلي اللي هو مالك للتطبيق باز صار بده يعمل خطه انه يعزل العرب عن السوشيال ميديا عشان ما يضلوا يعملوا هاشتاجات وما يضلوا يخربوا صوره اسرائيل قدام العالم الغربي، لانه بالهاشتاجات اللي طلعت انضربت السياحه في اسرائيل وخسروا اكثر من 4 مليار دولار بس بسبب الهاشتاجات اللي عملناها. فالخطه كالاتي، احنا كاسرائيل نعمل تطبيق مخصص للعرب نخلي بس العرب فيه، يعني في حال عملنا مثلا مجزره في غزه ما بدنا العالم الغربي يدري عنها، بكونوا كل العرب محطوطين بمنصه واحده بس هم بس العرب بين بعض، واذا بدهم يطلعوا هاشتاجات او يحكي عن جرائم الاحتلال فما حدا راح يسمعهم غير العرب، صوتهم ما راح يطلع لبرا لانه المنصه راح يكونوا موجودين فيها ما فيها غير عرب، وهذا هو الشيء اللي بدهم اياه. ما بدهم العرب يفضحوا جرائم الاحتلال على
السوشيال ميديا على انستغرام ويوتيوب وتويتر، بدهم اذا العربي يحكي يحكي بينه وبين حاله على منصه معموله ما فيها غير عرب. عشان هيك المنصه طلعت في الوقت اللي كان فيه الاحتلال بيرتكب افظع الجرائم في غزه، وعشان هيك شفنا دفعوا لكل يوتيوبر العالم العربي في هذا الوقت بالذات انهم يعملوا لهم اعلانات. طيب عشان ننهي كلام جديه، لان اقسم لا قرفت من حالي وانا بحكي بجديه، إلي خمس دقائق اقسم لا اكتشفت اني هذا بنات اللي بتحب الشاب العميق عميق جدا. باختصار تطبيق بازن عمل عشان يعزلوا العرب على موقع موقع باختصار تطبيق بازن عمل عشان يعزلوا العرب على باختصار تطبيق بازن عمل عشان يعزلوا العرب على منصه تواصل اجتماعي واحده عشان ما يقدروا يفضحوا جرائم الاحتلال الصهيوني عند الغرب ويضروا السياح في اسرائيل ويضروا اسم اسرائيل قدام العالم. رقم 2 تطبيق بازن عمل عشان يجمع اشياء ومعلومات عنا وعشان يتجسس عليك وكل شيء ويبيع هاي المعلومات لدول. مين هاي الدول؟ اسرائيل اللي هي اصلا مالكه لهذا التطبيق. وفي الديسكريبشن راح اترك لكم رابط مقاله لواحد قعد سنتين يعمل تحقيق حول تطبيق باز. اذا حابين تعرفوا اكثر عنه وفضايح اكثر وإشي بخف عقلك منه ادخلوا اقراوا المقاله. وراح اترك لكم كمان رابط فيديو لموظف سابق في تطبيق باز. الزلم ما بيحكي حكي من فراغ، الزلم اشتغل في التطبيق عارف شو بحكي. انا اسف والله اني قطعت اسبوع ورجعت لكم فيديو جدي زي هيك، بس والله العظيم عيب علي اذا بعرف هيك شغلات وما بطلع احكي عنها، مع انه اقسم بالله العظيم الفيديو ما راح يجيب مشاهدات والموضوع كله بيجيب مشاهدات فش حد مهتم. عشان ما يجي واحد راسه مربع يقول لك تعملوا عشان المشاهدات. لا يا حبيبي، عندي ثلاث فيديوهات جاهزين وكلهم بيجيبوا مشاهدات، بس مش كل شيء بالحياه مشاهدات ومش كل شيء بالحياه مصاري. طيب افرض صناع المحتوى الثانيين بيعرفوش عن تطبيق باز هاي المعلومات، وهو اذا كانوا بيعرفوا مصيبه، واذا كانوا بيعرفوش مصيبه اكبر. كيف انت تطلع تعمل اعلانات لاي شيء انت مش عارفه؟ يوتيوبر انت عندك 1000 مليون مشترك يا زلمه، حرفيا انت قاعد بتبيع متابعين. هذا اذا حطينا حسن النية وحكينا انهم بعرفوش، مع انه من اذا هم بعرفوش. والله بجوز نتنياهو نفسه بتواصل معاهم عشان يعملهم اعلانات. واحد زي احمد ابو الربرة عمل وثائق عن فلسطين، اوف صلاح الدين الايوبي الزلمة. اخر اشي طلع كل الفيديو اللي عمله هذا اصلا دعاية لباز، طلع طول الفيديو بحكي الانستغرام ابن وسخة واليوتيوب حيوان، كلنا خلينا نروح عباز يلا. طب ليش تستخدم انستغرام؟ ليش تستخدم يوتيوب؟ امسحهم روح عباز انت. لو كلامك صح ما بتضل على اليوتيوب دقيقة. انتوا روحوا على باز الحقوني وانا بلحقكم بعدين عادي، انا هيني على اليوتيوب وبس. والله يا جماعه هذا كان الفيديو لليوم، اسف الفيديو كان جدي بس معوضكم فيديوهات جايه احلى. واذا بدكم اعملكم جوله في غرفتي وصلوا هذا الفيديو 12461 لايك. لا تنسوا البلاتي برابا كان جاي منكم دائما بس.